افتتح لواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات وزارة الصحة. وللمزيد معنا للمتابعة وتفاصيل هذا الافتتاح معنا مفادة أونلايف من بورسعيد كريستين رياض. كريستين، مرحبا بك. نعم، مرحبا بسمة. ونتابع منذ الصباح افتتاح المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة بورسعيد، حيث تواجد قيادات وزارة الصحة بالإضافة إلى قيادات المحافظة هنا لافتتاح هذا المركز الذي يخدم ليس فقط محافظة بورسعيد حسب الخطة لتطوير هذا المركز، ولكن أيضا للمحافظات المجاورة في خطة موسعة طبعا شاملة لتطوير مجالات نقل الدم بشكل عام. وفي هذا الموضوع وفي هذا الإطار ينضم إلينا الدكتور عادل الغضبان، سيادة اللواء محافظ بورسعيد. نرحب بحضرتك على قناة أون لايف. البداية مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. إذن هناك خطط تطوير موسعة داخل محافظة بورسعيد شهدتها المحافظة يعني الفترات الأخيرة، نريد أن نتحدث بشكل خاص حاليا عن طبعا مجال تطوير نقل الدم في المحافظة وتطوير هذا المركز بتكلفة تتعدى 900,000 جنيه مصري. هو بالنسبة لأعمال التطوير يتم محافظة بورسعيد على مستوى جميع وزارات، وكان أهمها وزارة الصحة، إن احنا بنأهل محافظة بورسعيد للدخول في منظومة التأمين الصحي اللي كان حلم كل شعب المصري، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي. الحمد لله محافظة بورسعيد من الأولى المحافظات تطبع عليها منظومة التأمين الصحي. محافظة بورسعيد الفترة اللي فاتت وزارة الصحة حط فيها اتجاه المجهود الرئيسي فيها، إن سواء في المستشفيات أو الوحدات الصحية، عندنا أكثر من 9 مستشفى خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة، وأكثر من 31 وحدة صحية بيتم تطويرها حاليا دلوقتي في الكرة والنجوع في محافظة بورسعيد. بالإضافة النهاردة باستكمال المنظومة، النهاردة بنفتتح البنك الإقليمي لخدمة الدم اللي يخدم بشبه محافظة بورسعيد بس، لا يخدم والمحافظات المجاورة. وإحنا في صرح عظيم بصراحة، أنا ما كناش بنحلم بهذا المكان الفاخر والمتميز اللي بيقدم خدمة صحية بالنسبة لأهلنا في محافظة بورسعيد. النهاردة احنا شايفين المركز ده بيرتقي بخدمة صحية، ده احنا بنأمل ان احنا نوصل لها ان شاء الله، وبيرتقي ان احنا بنأهل بورسعيد للدخول لمنظومة التأمين الصحي اللي بتخدم جميع المواطنين في بورسعيد ان شاء الله. خلال جولة الافتتاح كان هناك حديث حول يعني مبادرة ل يعني تشجيع الشباب للتبرع بالدم، إضافة إلى الخدمات الصحية التي تقدم لهم إذا ما تبرعوا بالدم من كشف طبي كامل وشامل، وطبعا إذا ما كان هناك أي يعني أمراض تم اكتشافها يكون هناك متابعة من قبل المتواجدين هنا ووزارة الصحة بطبيعة الحال. احنا النهاردة موجودين في المركز، والنهاردة اول يوم تدشين حملة تبرع بالدم في محافظة بورسعيد، وفي متواجبة مع افتتاح المركز الاقليمي. وفي نفس الوقت بنتهز الفرصة بقول ان المركز ده تم تأهيله للافتتاح في أقل من 3 أيام في منظومة متناغمة بتنسيق كامل متعاون مع معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الرجل العظيم اللي هو في أقل من 3 أيام جهز هذا المركز. وبرضو الدكتورة ناهد اللي هي بتواصل معانا بقالها 3 أيام، والأطقم الفنية بتاعتها والأطقم الطبية موجودة عندنا نهوت، واستكملت المركز في أقل من 2 يومين من أجهزة طبية متقدمة بإضافة للأساس، بإضافة أن محافظة بورسعيد تساعدت في اللي هي التبرع بأن احنا نشارك في عمل أساس في هذا المركز بواسطة وزارة الصحة. النهاردة احنا بنعمل منظومة متناغمة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ان بالتنسيق والتعاون والتكامل بنخلص الحاجات اللي ممكن بقالها سنين ما خلصتش. المركز دوت خالص بقاله اكتر من 6 شهور، وتم تأسيسه وتجهيزه فنيا وطبيا ولوجستيا في اقل من 3 ايام. فكل الشكر والتقدير طبعا لمعالي وزير الصحه والدكتوره ناهد اللي هي متواصله معانا، وبشكرها على هذا الدعم. بالاضافه ان احنا برضو النهاردة بندشن حملة التبرع بالدم، وإن شاء الله المواطنين كده نشوف، نعمل إحصائية كده نشوف مواطنين بورسعيد نشوف كم كياس الدم إن شاء الله يتبرعوا بيها.
إذا أردنا سريعا الانتقال إلى مشاريع التطوير داخل المحافظة، يعني وضع محافظة بورسعيد على الخريطة السياحية هو هدف من أهداف المحافظة حسب المعلومات، هناك بالإضافة إلى مجهودات كبيرة للقضاء على العشوائيات الفترة الأخيرة، هل من أخبار جديدة حول هذا الموضوع؟ هو طبعا في اتجاه استراتيجي للدولة بالنسبة لمحافظة بورسعيد، ان محافظة بورسعيد هي قاطرة التنمية في هذه المرحلة لمصر كلها، سواء مشروعات في شرق بورسعيد، اعمال المواني اللي بيتم فيها اكثر من ارصفة بخمسة ونص كيلو متر، بإضافة لأكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع، بإضافة للمنطقة الحرة الصناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، بإضافة لافتتاح المزارع السمكية اللي سيادة الرئيس فتحها تبع هيئة قناة السويس، والقريب العاجل نفتتح ان شاء الله المزارع السمكية الخاصة بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بإضافة لينابيع الخير انفجرت عندنا في غرب بورسعيد بحقل زهر لغرب بورسعيد، فبتتحول بورسعيد دلوقتي من مدينة حرة تجارية إلى مدينة حرة صناعية تجارية، وفي نفس الوقت لازم نبقى احنا عندنا نستقبل الكيانات الاقتصادية العالمية اللي هتجينا ان شاء الله اعتبارا من 2018، هذه الكيانات محتاجة تبقى محافظة فيها سياحة على أعلى مستوى، محتاجة فنادق وساعة فندقية على أعلى مستوى، بالإضافة إن محتاجة إن فيها تطوير للميادين، ففي دور على المحافظة إن احنا بنأهل محافظتنا إن احنا تستقبل هذه الكيانات الاقتصادية، بالإضافة الدولة كلها بتدعم محافظة بورسعيد في هذه المرحلة عشان تبقى مؤهلة تماما، سواء الدخول في التأمين الصحي لمحافظة بورسعيد أو في الأعمال التموينية أو في الأعمال السياحية أو في البناء. محافظة بورسعيد حاليا دلوقتي كمحافظة خالية تماما من العشوائيات، فأقل من 3 شهور أنهينا تماما على العشوائيات خارج المحافظة، داخل المحافظة بقينا عشوائية واحدة بس اللي هي خارج زمام والكردون لمحافظة بورسعيد للإصلاح وجوج وجناين، اللي بيتبنى لها دلوقتي حاليا في زمن قياسي سكن على أعلى مستوى يرتقي بأهالينا إن شاء الله. إذا سيتم إعلان قريبا محافظة بورسعيد محافظة خالية من العشوائيات حسب تصريحات حضرتك سيادة الرواء، إذا هل هناك خطوة أو خطط لزيادة الاستثمارات أيضا داخل المحافظة بما أنها تم تطويرها بهذا الشكل وخالية تماما من العشوائيات والمناطق العشوائية السكانية التي يعني تخيف بعض المستثمرين إلى حد ما؟ لا الحمد لله احنا بندعم عمل الاستثمار في بورسعيد، احنا عندنا في أقل من 8 شهور افتتحنا 58 مصنع، سيادة الرئيس بشرفنا ووزع عقود حق الانتفاع للشباب الخريجين، والمصانع دلوقتي شغالة في اقل من 8 شهور، بالاضافه ان احنا عملنا استثمارات باكثر من مليار و600 مليون جنيه للمصانع لخمس مصانع، بالاضافه ان احنا طرحنا 48 قطعه ارض للمصانع المتوسطه والكبيره، ووقع اكثر من 47 مستثمر عليهم على هذه الارض، وان شاء الله الفتره الجايه تسهل استثمارات في مجال الصناعه يفوق الخيال في محافظه بورسعيد ان شاء الله. نامل ذلك ونتمنى لكم كل التوفيق سياده اللواء عادل الغضبان، نشكرك شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا معكم ولقاء خاص للسيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وافتتاح مركز إقليمي لنقل خدمات الدم، نعود معكم الآن إلى خدمة الإخبارية في قناة أونلايف في الاستوديو. أشكرك كريستين رياض مراسلة أونلايف من بورسعيد، وبالطبع الشكر موصول أيضا لسيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.